أهلا بكم من جديد. يترقب اللاجئون السوريون بكل حذر نتائج الانتخابات الهولندية، خاصة بعد أن تعالت في هذه الانتخابات بعض أصوات اليمين المتطرف التي تطالب بتشديد القيود على قوانين اللجوء وقضايا اللاجئين. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. تقترب الانتخابات البرلمانية الهولندية في ظل التراجع الشعبي الحاد الذي تشهده سياسات الأحزاب الرئيسية في الحكومة من أقصى اليسار وأقصى اليمين، إذ تقلص ناخبوها من 80% في الثمانينيات إلى 40% حاليا، في الوقت الذي تتنبأ فيه استطلاعات الرأي ببروز حزب فيلدرز الشعبوي من أجل الحرية كأكبر حزب في البلاد بشعاراته المعادية للإسلام وللاجئين. هنا في هولندا نلاحظ صعود حزب الحرية من خيرت فيلدرز، و يعني توجد طبعا مناقشة بين النقاط والمثقفين، يعني ما هو سبب هذا الصعود. وبصفة عامة تدفق الهجرة الجماعية، يعني خصوصا من البلدان الإسلامية، طبعا عندنا يعني لاجئين كثير إلى أوروبا، أيضا إلى هولندا، وهذا طبعا يسبب خوف قلق في شعب. هذا الشيء ممكن نقوله عن هذا الشيء طبيعي، يعني ماذا يحدث في ناس جدد من هذه البلدان؟ الأحزاب اليمينية يعني بتحاول تلاقي عدو واضح لها، هو يعني كل الشعب الهولندي، أو مش كله، راح أقول أغلب الشعب الهولندي بيعرف بأنه هي عبارة عن بروباغندا هو عم يستخدمها، هو عبارة عن سلاح عم يستخدمه مشان حملته الانتخابية، هو سلاح أنا وجهة نظري ما له ناجح بالتعاطي مع الشعب مثل الشعب الهولندي. سياسات البلاد الاقتصادية بدورها تعاني مشكلات عدة، إضافة إلى مشكلات المهاجرين واللاجئين وتلاؤمهم مع قوانين حياة البلاد، تأتي كلها في أجواء انتخابات محاطة بالقلق، وتحديدا بعد فوز ترامب على خلفية شعاراته الشعبوية والعنصرية وغيرها. العديد من الأحزاب والمواقف السياسية في أوروبا تود الآن الحفاظ على هوية الدولة، وتطرح شعارات كأمريكا أولا وهولندا أولا وألمانيا أولا. هذه الأطراف لم تعد تريد أن تتعامل أو حتى تتعاون مع الآخرين بعد الآن. في الموقف المقابل لديهم نفس الرسالة، لأن الثقافة العربية مختلفة عما لدينا، وأيضا اللاجئون مختلفون هنا في هولندا، حيث يوجد العديد من الأمثلة التي يتداول فيها اللاجئون قضية الأسلمة التي تشكل تهديدا من وجهة نظر الحكومة. اللي صار بالولايات المتحدة ما بعتقد انه يتكرر بهولندا بسبب اختلاف المشهد السياسي تماما. بهولندا الاحزاب كثير صغيرة، وقد ما استحوذت على اصوات صعب تروح تشكل حكومة لحالها. وبشكل خاص بالنسبة لخيرت فيلدرز حزب الحرية، الحقيقة هو ما قدم أي مشروع بحملته الانتخابية، هو بس أطلق تصريحات مثيرة للجدل عن اللاجئين، وبعتقد المجتمع الهولندي كله مدرك لهالقضية هي. تقدم اليمين على خلفية مشكلة تدفق المهاجرين بعشوائية إلى أوروبا، إضافة إلى مشكلة تحديد الهوية الأوروبية، هي أبرز النقاط التي فتحت جدلا واسعا لدى الشعب الهولندي وداخل مجتمعات اللاجئين. يبقى اللاجئون السوريون يترقبون نتائج الانتخابات الهولندية بكل حذر، خاصة بعد أن تعالت في هذه الانتخابات بعض أصوات اليمين المتطرف التي تشدد على قوانين اللجوء وقضايا اللاجئين. هنا إبراهيم، لأورينت نيوز، أمستردام. أرحب بضيفي لهذا المحور، كرم كنعو رئيس لجنة دعم الثورة السورية في هولندا من أمستردام، ودكتور يانياب دي روتر أستاذ جامعي من أمستردام. أهلا بكم معي إلى هنا سوريا. وأبدأ معك سيد كرم، يعني هل تلمس من خلال عملك سيد كرم يعني مخاوف حقيقية للجالية السورية من القدماء أو ممن لجأ حديثا، أم أن السوري اللاجئ لديه من الهموم تكفيه في بلد اللجوء ليفكر بنتائج الانتخابات وغيرها من القضايا؟ شكرا سيدتي، اولا على الاستضافه الكريمه من تلفزيون اوريان. في البدايه خليني احكي شغله ممكن تكون ضروريه كمان للمشاهدين اللي يشاهدونا من كل العالم. نعم. الحكومه الهولنديه هي حكومه ائتلاف حكوميه، يعني لا يستطيع انه حزب معين انه يشكل حكومه، يجب ان يشكل حكومه بشكل ان يكون له نصف عدد او اكثر من نصف عدد المقاعد
البرلمانية. عدد المقاعد البرلمانية هي 150 مقعد، وإلى الآن لم يستطع أي حزب أن يأخذ نصف عدد المقاعد البرلمانية. هناك شيء ثاني كمان أريد أطرحه، أنه حزب الحرية للسيد خيرت فيلدرس إلى الآن لم يقبل أي حزب بتشكيل حكومة معه، يعني أنه حتى إذا حصل هو على أكبر الأصوات لن يقبل أي حزب أن يشكل حكومة مع السيد خيرت فيلدرس أو حزب الحرية. نعم، طيب سأنتقل إلى دكتور إيان. مساء الخير دكتور. يعني معظم أفراد الجاليات المسلمة ومنها السورية بطبيعة الحال الموجودة في هولندا تبدي تخوفها صراحة من وصول اليمين المتطرف إلى الحكم والمتمثل بحزب الحرية، نظرا لتصريحاتها المعادية للمسلمين. هل هناك من يحمي هذه الجاليات قانونا، خصوصا بالنسبة لأوضاع اللاجئين السوريين ومن يحملون إقامات محددة ومشروطة؟ طبعا شكرا على كل حال للدعوة لمشاركة في برنامجكم. أهلا بك. طبعا يعني نحن في هولندا نعيش في دولة القانون. نعم. فيعني القانون الآن يحمي طبعا اللاجئين الذين يعني جاءوا إلى هولندا. بالنسبة للتخوف التي تتكلمين فيها، نعم، أفتكر أن يعني أن الهموم هموم اللاجئين السوريين الذين يعني جاءوا إلى هولندا يعني في السنتين الأخيرتين عندهم هموم أخرى. أفتكر يعني أن الانتخابات طبعا يعني في اهتمامهم، لكن عندهم اهتمامات أخرى، مثل يعني بناء حياة جديدة، تربية الأطفال، تعليم الأطفال إلى آخره. فيعني من الاتصالات التي عندي مع اللاجئين حولي أصدقاء، يعني نتكلم دائما في الهموم اليومية. أفتكر يعني بعد ممكن يعني بعد 4 سنين إذا كانت هناك يعني انتخابات جديدة لتشكيل حكومة جديدة، أن الجالية السورية يعني ستكون متطورة، يعني أن حصلت يعني وصول جيرت فيلدرز وكسب الانتخابات سيزيد من هموم اللاجئين؟ يعني بتأكيد، لكن كما قال الأستاذ الآخر يعني خير فيلدرز مع حزبه عنده الآن 15 مقعد في البرلمان الذي يتألف من 150 مقعد، فممكن هو يحصل على 20 ولا 25 مقعد. الاستدلاع رأي الأخير من هذا الليل من هذا المساء كانت تشير إلى 24 مقعد، والحزب الليبرالي من رئيس الوزراء روت أيضا 24. فيعني طبعا عنده نفوذ، هو يؤثر مع كلامه المناقشات والحوار، ويزيد طبعا من الخوف مع مش فقط مع اللاجئين، مع الناس كلهم، عشان هو طبعا لا يعني هو لا يحترم قوانين الديمقراطية، يعني هو يعني سبب لخوف لكل الناس هنا في هولندا. نعم سيد كرم، يعني هل من الممكن برأيك أن نبرر هذه السياسة المعادية يعني لليمين المتطرف بعدم قدرة السوريين والجاليات التي سبقتهم على الاندماج بالمجتمع الهولندي؟ لا نستطيع نقول أنه أغلب الجاليات الأجنبية الموجودة، هي أكبر جالية أجنبية هي التركية، تعدادها حوالي 400,000، بعدها تجي الجالية المغربية ممكن تعدادها يصل لل 150,000، اندمجت في المجتمع الأوروبي وكانت دائما تصوت لعدة أحزاب يسارية التي تدافع عنها. لكن دعينا أنه نحكي على هذا، هو اللي يحكيه دائما مع السوريين، أنه آخر كان في من عدة أشهر كان في جريدة اسمها الإنرسي، أنه عدد السوريين اللي وصلوا من 2011 إلى الآن هن 63,000، ممكن وصلوا الآن إلى 70,000، معناتها أنه نحن في عدد السوريين رح نكون نحن الجالية كتعداد كجالية الثالثة في هولندا،
وهذا اللي نحكيه دائما احكيه مع عدد من السوريين، انه نحن ممكن نكون لنا ضغط حكومي بالانتخابات القادمه بال 2021، وهذا كمان لازم نحضر حالنا نحن كسوريين في معرفه ما هو الحزب اللي ممكن يحمي مصالحنا. نعم، ولكن برأيك يعني ألا يمكن أن يلعب جيرت فيلدرز على ورقة اللاجئين السوريين يعني بحجة الحفاظ على الهوية الهولندية لكسب هذه الانتخابات؟ جيرت فيلدرز يحارب كل شيء، يحارب هاجم في البداية الأجانب، هاجم المسلمين، يعتمد سياسة التخويف، لكن ليست لديه أي مشروع اقتصادي أو مشروع تعليمي أبدا، وكل المشاريع التي يقدمها هي مشاريع وهمية. يعني أعطيك مثال، يطلب أنه تسكير الحدود الهولندية، هذا تسكير الحدود الهولندية راح يكلف الحكومة الهولندية بالمليارات إذا سكرتها. يعني مشاريع غير، يعني باختصار سيد كرم، لا خوف على اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى هولندا في هذه الفترة الأخيرة؟ هناك خوف لأنه لا يستطيع تشكيل أي حكومة. نعم، ومثل ما قال الدكتور أنه آخر استطلاعات كانت هي 24 مقعد، وكمان حزب الفيفيدي كمان 24 مقعد، ممكن هاي تختلف انه ممكن راح تقل والفيفيدي هو اللي راح يحصل على مقاعد اكبر. نعم دكتور يان، يعني البعض ممن يبرر او يشرح سياسة رئيس حزب الحرية جيرت فيلدرز يقول ان كرهه للاجانب مدفوع بخوفه من فقدان الهوية الهولندية، يعني هل من الممكن أن تبرر هذه العنصرية بهذا السبب، وخاصة أن فيلدرز يعني هو ملقب بدونالد ترامب هولندا وهو لا يخفي إعجابه بترامب أو بقراراته الأخيرة؟ طبعا احنا نعيش في مجتمع تعدد الثقافات، يعني طبعا ليس لدينا فقط اللاجئين السوريين، طبعا عندنا جالية تركية مغربية كما قال الأستاذ الآخر. نعم، وفي أقليات كثيرة في هذا البلاد، وهذا يعني بصفة عامة سبب مناقشة حوار في هولندا من نحن، عشان طبعا احنا بلاد صغير، احنا نعيش عندنا جيران كبار يعني الألمان الفرنسيين الإنجليز، ونحن بلاد صغير، ولذلك يعني تحديد الهوية مهمة. لكن يعني هناك مخاوف ليس فقط في هولندا دكتور يان، ولكن انه تصاعد اليمين في كل اوروبا وهو يعني يهدد يعني اللاجئين بكل اوروبا. لكن خيرت فيلدرز يستغل هذا الحوار الطبيعي، ما نحن من اين اصلنا الى اخره، لكن هو يستغل وهو يعني يضع سياسته من التخويف على يعني فوق هذا الحوار، وهذا طبعا يعني شيء مؤسف جدا، لان المناقشه في من نحن وهويتنا طبعا شيء طبيعي، لكن هو يريد ان يعني يختم يعني سياسته من التخويف على هذا الحوار، وهذا يعني يسبب ان من الخارج مثلا معكم يعني ان الفكره اللي ما تحصل هنا في هولندا فقط فيلدرز، لكن هذا غير صحيح. في طبعا ايضا الجمهور الكبير اللي غير متطرف غير متشدد ليناقش على في منهج طبيعي في من نحن الى اخره، لكن للاسف هو يستغل كل ذلك. طب نحن دكتور يان نريد أن نطمئن يعني اللاجئين السوريين كما طمأنهم سيد كرم كنعو، يعني وصول إن فاز فيلدرز وصوله إلى الرئاسة يعني ألن يسبب بسن قوانين وتشريعات جديدة تخص اللاجئين وخاصة الإقامة المشروطة والمحددة؟ هذا السؤال إلي، شكرا. أنا أجيب على هذا السؤال. نعم السؤال لك دكتور يان. نعم. اسمح لي. شوف على كل حال كما قال الناقد الآخر فيلدرز ممكن يفوز في الانتخابات،
لكن لا يغلب طبعا على 76 مقعد في البرلمان، ممكن يحصل على 25 لكن مش اكثر. نعم. فما فيش حزب اخر اللي يريد ان يشكل حكومه معه، اكيد هو لن يشكل حكومه، هو سيبقى في المعارضه. اليوم هو قال في اكبر جريده هولنديه التلغراف، قال انه يفضل الى حد ما ان يبقى في المعارضه وهذا طبعا مكانه المفضل، عشان من هذا المكان، من هذا المنصب، هو ممكن ويستطيع ان يؤثر الحوار المناقشات، وهذا افتكر هذا اكبر خطر من فيلدرس وحزبه، انه يؤثر الاحزاب الاخرى، ان الاحزاب الاخرى تقرب الى برنامجه. أشكركما ضيفي من أمستردام، الأستاذ الجامعي الدكتور يان ياب دي روتر، وكرم كانعو رئيس لجنة دعم الثورة السورية في هولندا، شكرا لكما.